أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن المجلس الأعلى للمرأة له دور محوري أساسي في المسيرة التنموية الشاملة ودعم تقدم المرأة البحرينية وأصبحت له مكانة إقليمية ودولية رفيعة ومحل تقدير وإشادة في المحافل الدولية والبرلمانية. وأضاف رئيس مجلس النواب وبمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة أن الجهود الوطنية التي يبذلها المجلس من أجل تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في المسيرة التنموية هي ثمرة ونتاج التخطيط الاستراتيجي التي جعلت المجلس الأعلى للمرأة من بيوت الخبرة على المستوى الدولي. واوضح أن جهود المجلس الأعلى للمرأة كان لها دور بارز في ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي ورفع قدرة المرأة في المساهمة الإيجابية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص. وثمن رئيس مجلس النواب التعاون الفاعل والتنسيق المثمر بين السلطه التشريعيه والمجلس الاعلى للمراه والعمل الثنائي المشترك لتطوير التشريعات الوطنيه الداعمه للمراه البحرينيه مشيدا معالي بالكوادر الانسانيه التي تعمل في مجلسي الشورى والنواب وفي المجلس الاعلى للمراه وفي كافه مؤسسات الدوله والمجتمع المدني باعتبارهن عنصرا رئيسا ضمن فريق البحرين الحرس الوطني البارز لترسيخ مكانة المرأة البحرينية ودورها المشهود في تحقيق النجاحات والإنجازات التنموية.